لساتني أنا بالقانون رقم 3 راح أكتب له صيغة ثانية. شو الصيغة الثانية راح أكتبها؟ افرضوا إنه كانت هيك لام حا اثنين ناقص حا واحد، يعني عكستهن. اللي هي نفسها راح تكون لام حا اثنين تقاطع حا واحد متممة. طلعوا يا جماعة لما بكتب عدة صيغ معناته كلها مطلوبة، أنا ما بعرف أنه منهم راح أجيب أو كيف الشكل اللي راح يجي فيه. إيش بيساوي؟ مين ينقلني؟ لا حا اثنين ناقص التقاطع. شو الفرق القانونين عن بعض؟ البداية إذا أنا ناقص الحا واحد التقاطع هون لام الحا اثنين ناقص. بالضبط، بدي أخذ من الحا واحد التقاطع، هون بدي أخذ من حا اثنين التقاطع، اختلف. لذلك هي ليست تبديلية، يعني مش لام حا واحد ناقص حا اثنين يساوي لام حا اثنين ناقص حا واحد، لا. بدك تنتبه أنا من وين بديت، بنو منهم بديت. طب لاحظوا لي على القانون رقم 2 ورقم 3. 2 و 3 انا كتبت قانون للاتحاد هياته، وكتبت قانون للفرق. خلينا نحطهم مع بعض هذول كويس، قانون للاتحاد وقانون للفرق. طب في كتبت قانون للتقاطع؟ يعني بديت انا بقانون لام حا واحد تقاطع حا اثنين؟ لا، لانه التقاطع ما له قانون مستقل له. لكن لاحظ في قانون الاتحاد وقانون الفرق في تقاطع، في قانون الفرق وقانون الاتحاد في تقاطع. إذا إحنا بتصير إن أعطي الاتحاد وأعطي الحادثين بقدر أجيب التقاطع، بقدر أجيب التقاطع. نيجي على القانون الأخير، رابع قانون، انتهينا خلصنا، اللي يعني بيكون لام حا واحد تقاطع حا اثنين يساوي لام حا واحد ضرب لام حا اثنين شرط. إذن هذا القانون، هذا القانون لا يستخدم إلا إذا تحقق الشرط، ولازم الشرط يذكر صراحة في السؤال. شرط أن يكون، أن يكون إيش؟ لا حا واحد وحا اثنين مستقلين، مستقلين غير منفصلين. هسه بنجيب الأسئلة بنشوف إيش الفرق بين مستقلين منفصلين. هذا تعريف الانفصال. أول شيء تعريف الانفصال، أحد تعريفات الانفصال إنه إحنا بنقول إنه احتمال التقاطع بيساوي حاصل الضرب. متى بستخدم هذا القانون؟ بس في حالة واحدة، إذا قال إنه حا واحد وحا اثنين مستقلين. طب ما حكى؟ لا تستخدمه نهائيا، لا تستخدمه. إذن القانون الرابع هذا قانون مشروط، ما بصير أستخدمه إلا لما يقول إنهم مستقلين. صعبات هذولا تكتبون قدامكم دائما، وأنت بتحل المسائل خلي القوانين هاي قدام عينك علشان تقدر تقرر مين من هذول القوانين أو مجموعة قوانين أستخدمها عشان أقدر أحل السؤال. هل حنشوف، راح نرجع على الورقة تبعتنا ونشوف إحنا كيف راح نوظف هذه القوانين معا للوصول لحل المسائل. نشوف هذا السؤال. إذا كان حا واحد وحا اثنين حادثين، إذن أول سؤال بدي يجي ما معنى إنه حا واحد وحا اثنين حادثين منفصلين؟ لا هذا كلام الهام من سوريا، بدك تحكي شيء رياضي. ايش يعني منفصلين؟ محمد، ان نتائج حدوث احتمالات، نتائج حدوث احتمالات حا واحد لا تؤثر في نتائج حدوث. هذا استقلال، هذا اللي بتحكي انت تعريف الاستقلال. احسنت، يعني هذا يعني انه حا واحد تقاطع حا اثنين يساوي فاي. بلغة الاحتمالات احتمال حا واحد تقاطع حا اثنين يساوي صفر، هذا معنى كلمة منفصلين. يعني انت ترجمتك لكلمة منفصلين مفروض مباشرة تنصب على هاي اخر واحدة بس حكيتها، انه احتمال تقاطعهم يساوي صفر.
انتهى. اذا طلع عندك حادثين لما جبت احتمال التقاطع تاعهم طلع صفر تعرف انهم منفصلين. العكس اذا قلت لك انه الحادثين منفصلين اذا احتمال التقاطع تاعهم قديش بيساوي؟ صفر. يعني هون في السؤال لما اجى قال لك اذا كان معناته هاي معطيات هو قايل لي انه حا واحد وحا اثنين منفصلين اذا انا شو فهمت؟ انه شو اللي صفر؟ احتمال التقاطع صفر. اه ما تحكيش التقاطع صفر، التقاطع فاي، لكن احتمال الفاي صفر، لانه هاي قاعده مهمه جدا ترى، انه احتمال الفاي يساوي صفر. طب واحتمال الاوميجا اللي هي الفضاء العيني قديش؟ واحد. ذكرين حكينا القاعده الاساسيه في الاحتمالات او النظريه الاساسيه في الاحتمالات انه احتمال اي حادث يقع بين صفر وواحد يساوي صفر اقل من او يساوي واحد. هاي اللي بدنا نمشي عليه. يلا مين يكمل معي؟ اه إذا كان اللامحة واحد بيساوي لامحة واحد يساوي 3/10 يعني نستخدم القانون. ولامحة اثنين كم لقراءة أنت؟ لامحة اثنين يساوي 2/10 أو 2/10. آه شو بدي أنا منك؟ طالب احتمال تقاطعهم بس. شو أكتب؟ هذا السؤال بيجي من هذول الأسئلة السريعة. لا في ضع دائرة كمل كله حل. نشوف سؤال زي هيك ندور على قانون. بصير دورك على 6000 قانون. احنا حليناه واحنا نحكي في وش شيء. طب لو نفس السؤال بدي اغير عليه بدل ما اقول لكم فان بدي اقول لكم فان بدنا نكمل حل السؤال بس يعني سؤال جديد كان فان لام حا واحد اتحاد حا اثنين يساوي اكتب القانون انت افرض انت يعني بدناش نقعد نعمل قوانين اضافيه نكتب القانون شو القانون لام حا واحد اتحاد حا اثنين يساوي لام حا واحد ايوه زائد لام حا اثنين ايوه لام حا واحد تقاطع حا اثنين هاي القانون لام حا واحد عندي 3/10 زائد 2/10 ناقص التقاطع صفر. شوف انا ما حكيت التقاطع يساوي صفر بس انت لازم تعرف انه لانهم منفصلين التقاطع يساوي صفر. خلص السؤال. إذا الجواب يساوي 5/10 صعب لوراء. إذا كان لامحة واحد احتمال وقوع الحادث حا واحد 4/10 ولامحة اثنين قديش؟ والاتحاد قديش؟ وشو طالب أنا؟ الحل. كيف بدنا نبدأ بالحل؟ ما في داعي نكتب معطيات هون لأنه المعطيات أوردي هي ما هي كلها كلمتين يعني بينات. كيف أبدأ الحل؟ أول شيء نكتب قانون الاتحاد نستخرج التقاطع. هاي طريقة بس أنا دائما بنصحكم امشوا على المطلوب. شو اللي طالبوا أنا منكم؟ اكتب قانون لامحة واحد ناقص اثنين لأنه أنت اللي بتحكيه محمد يجوز أنا بخطر في بالي ليش بدي أجيب الاتحاد؟ شو بدي فيه الاتحاد؟ قانون الاتحاد شو بدي فيه؟ مش مبين لأنه هسه مش مبين. فأنا ببدأ دائما ابدأ إذا القاعدة هيك رح نمشي فيها ابدأ من المطلوب فما إيش؟ فاحسب ابدأ من هناك. شو بدنا نحسب؟ لام حا واحد ناقص حا اثنين. يلا شو قانونها؟ نقلين القانون. لام حا واحد ناقص لام حا واحد تقاطع حا اثنين. دائما وابدا مجرد ما كتبت القانون ابدا بعمليه التعويض. كل شيء موجود عندك عوضه واللي مش موجود دور على طريقه تجيبه. شفت كيف الاستراتيجية كيف؟ مرة ثانية ابدأ من المطلوب كتبت القانون تاع المطلوب الآن شوف اللي موجود عندك منهن عبي. أنا مطلوبي هاي راح أخليها هاي عندي ولا مش عندي لامحة واحد عندي ناقص بدي هاي التقاطع مش عندي أيوة. شوف هون باجي برجع للسؤال هل قال لي إنه الحاثين منفصلين؟ لا. قال لي الحاثين مستقلين؟ لا. طب ايش اعطاني؟ ايش يساعدني اجيب التقاطع؟